وبشكل كبير في هذه اللحظات. امامنا هو استلام وممكن كاليخون على طول استلام. اجوايين جول اجوايين جول اجوايين جول نابولي جول نابولي جول نابولي اجوايين اجوايين يرتدي في هذه اللحظات يعني عباءة دييغو أرماندو مارادونا عندما قاد نادي نابولي الى كاس الاتحاد الاوروبي في عام 89. هنا اجوايين في هذه اللحظات يسجل هدف حلو قوي، وامامنا بقى استعداد بناتشو مونريال الاسباني في هذه اللحظات. ادي رافا السعيد بالهدف، وهدف يسجل يعني من خلال مهاره لجانب اللاعب اجوايين. شوف استلام ولف هنا ومعاه مرساكر ومعاه ايضا في اللقطه فلاميني، ولكن يضعها على يسار الحارس المرمى الحارس تشيزني باقتدار باسراه ارميرو. وادي اجوايين الى كايخون واستلام في العمق ولف حلو قوي اجوايين، ويسجل اجوايين الهدف الاول في هذه المباراه في الدقيقه 72 عشان الملعب يشتعل في هذه اللحظات. ارسنال